بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابة محافظة المنوفية اللغة الإنجليزية صف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021. أول حاجة المحادثة بيقول لي شيرين وتقريبا ليلى ار توكينج بيتكلموا عن أجازة الصيف، فشيرين بتقول لها أنا والله ناوي أروح أجازة الصيف في الإسكندرية. قالت لها دي حاجة عظيمة جدا، وسألتها سؤال قالت لها with my family يعني مع الأسرة، مع الأسرة، فطبعا كده هتقول لها هتروحي مع مين. طب هتروحي مع مين دي هنكتبها ازاي؟ هنستخدم هو اللي هي للعاقل، وبعدين نجيب will، وبعدين الفاعل اللي هو you، وبعدين go with. who will you go with أو who are you going with، يعني ينفع كذا حاجة، مش لازم الأسلوب ده، ينفع كذا أسلوب أنت عايز تستخدمه عادي، أي أسلوب معاك يمشي. تمام؟ طيب يبقى هتقول لها who are you going، who are you going with أو who will you go with، هتروحي مع مين؟ قالت مع الأسرة. سألتها سؤال تاني قالت for a month، for a month لمدة شهر، لمدة شهر يبقى أنا لازم أسأل ب how long اللي هي كم المدة، بعدين أكمل نفس الصيغة اللي فوق how long will you stay، الفعل يسكن أو يقيم بقى، هتقعدي قد إيه هناك؟ طبعا stay بالإيه مش بالإي، بس أنا بكتب بسرعة فإيه على حسب ما صباعي بيدوس على اللوحة بقى. طيب هتقعدي قد ايه؟ قالت لمدة شهر. قالت لها هافي زرت الاسكندرية قبل كده؟ هتقولي يس او نو، بعدين قالت اتمنى وي ويل هاف تايم تو فيزيت ات ذس سمر، قالت لها هاف ا نايس هوليداي. فطبعا عادي لو قالت يس اتمنى ان احنا نزورها تاني عادي، بس الافضل انك انت تقول نو لا ما زرتهاش، على اساس ان انا ايه اتمنى ان انا ازورها السنة دي او يكون عندي وقت عشان ازورها، فهنقول نو بات مثلا، بات اي هوب ولكن اتمنى كذا. قالت لها اتمنى لك اجازه سعيده، خلاص طبيعي ان هي هتقول لها ايه ثانكس اللي هي شكرا. اول موقف معايا انت محتاج تستخدم التليفون بتاع صاحبك او اختك، فطبعا هتقول لها كان اي بعدين يوز يور فون، ممكن استخدم تليفونك طريقة عادية عشان هو مثلا ما قاليش بأدب ولا حاجة، فأنا استخدمت الطريقة الإيه العادية. تاني واحدة بيقول لي يور فريند صاحبك اقترح إن هو يروح بيكنيك، سي شو اكزايتمنت، وضح أو قول لنا على الإثارة، فطبعا طبيعي إنك هتقول هاو وندرفول، يا له من أمر رائع، أنت استمتعت بالرحلة بتاعتك للأقصر كثيرا، اديني سترونج اوبينيون، طبعا strong opinion رأي قوي. هتقول بقى I think اعتقد it was، وتجيب اي صفة، a fantastic journey ولا trip، هو بقى اتكلم عن journey يبقى نقول له journey، خلاص journey خلاص. تمام نيجي بقى للقطعة، وطبعا اللي عنده اي اجابة تاني او كتب حاجة تاني يكتبها لي وانا اقول له تنفع او ايه او ما تنفعش. طيب هنا بقى بيقول لي وانس اترين، في مرة من المرات القطار اتوقف في محطة صغيرة وست عجوزة فتحت الشباك، بعدين كان في ولد صغير برا هو كان واقف لوحده على الرصيف، الست دي ندهت عليه وقالت له ازيك يا ابني انا مش عايزة اخرج من القطار لاني ست عجوزة ومش هقدر امشي بسرعة والجو حر كمان، لو سمحت اجري للكافيتيريا اللي بره دي وهات لي ايس كريم، وهات واحده كمان لنفسك، هات لنا واحده وهات واحده لنفسك برضو، وخد جنيه اهو عشان الواحده بنص. طيب بعد وقت قصير الولد الصغير رجع والقطار ما كانش لسه اتحرك، الولد كان بياكل ايس كريم، جرى على الست العجوزه على الشباك بتاعها واداها 50 بيسترز يعني اداها 50 قرش بس. تمام and he said I am terribly sorry انا اسف مدام there was only one كان في ايس كريمايه واحده في الكافيتيريا وخد النص جنيه بتاعك، طب هاتها للست وخد انت النص جنيه. لا طبعا هو الولد ايه قعد ياكل هو ونفض للحاجه. طيب what did the old woman ask the boy to do، الست العجوزه سالت الولد ده يعمل ايه؟ to buy an ice cream، عاوزة يشتري لها ايه؟ ايس كريم.
وممكن نقول بقى اللي موجود في القطع بالظبط، واحدة ليها وواحدة لنفسك كده يعني، تمام؟ بس احنا قلنا الايه السريع، قلنا عشان الوقت. طيب هنا بقى why couldn't the old woman go to the cafeteria؟ الست العجوزة مش هتروح الكافيتيريا ليه؟ هنقول she is old، هي عجوزة، بعدين نقول له it is hot، الجو حر. ممكن نكمل كمان ونقول له ايه she is not fast، هي مش سريعة. لو حد ذاكر شوية يقول له ايه she was afraid، هي كانت خايفة the train move، القطار يتحرك. يعني في كذا إجابة. طيب if you were the boy، لو انت كنت الولد، what would you do؟ لو انت كنت مكان الولد كنت هتعمل ايه؟ كنت هديها هي الايس كريمايه وانا ابقى اجيب بعد كده براحتي لان انا من البلد، تمام؟ يبقى هتقول I give her the ice cream، كنت هديها الايه الايس كريم وانا مش مهم، ابقى اشتري براحتي بقى منين ما الكافيتيريا تجيب، تمام؟ طيب نيجي بعد كده بقى، بيقول لي الولد رجع بعد وقت قصير، ده معناه when the train arrived، لما القطار وصل، ولا بعد ما القطار اتحرك، ولا قبل ما القطار يتحرك، ولا في لحظة القطار اتحرك؟ طبعا هي قبل ما القطار يتحرك، لأن القطر كان لسه واقف، يبقى هتبقى الإجابة نمبر بي. خلاص. طيب كلمة وان بقى عايدة على الآيس كريم، صح؟ لأن هو قال إيه، ما لقيتش إلا واحدة أكلتها أنا، اللي جابها لنفسه يعني. جزء بتاع القصة، أول حاجة بيقول لي بلاك بيوتيز نيو اونر امباس، دي بقى أول واحدة تنفع الاتنين، يعني تنفع بي وتنفع ايه، لأن الراجل الملك الجديد في باس، لو هو يقصد بيه مستر باري، يبقى الراجل ده نصح إن هو يركب حصان علشان يخليه ايه، علشان يخليه هيلسي، تمام؟ لو قصده كده. بس سي اقوى ليه؟ لان هو قال الملك الجديد وما قالش باري، لو قال باري كانت تبقى بي اكيده، لكن طالما ما قالش باري يبقى اذا هو عايز سي، على اساس ان الراجل ده كان بيأجر الاحصنه للناس السيئين، يبقى هتبقى سي. التانية جو جرين ايه طبعا الاولى، لان هو حاسس ان بلاك بيوتي تعب جامد وقال له ده انت تعبت قوي. ويلي الحفيد هنوصلها بدي، لان هو كان مسرور ان جده اشترى له بلاك بيوتي. اخر واحده بقى مستر جرانت هنوصلها بالاخيره، لان هو قال ان ده احسن كويس وهيشتغل كويس من اجلك يا جيري. طيب هنا بقى هاو دو يو نو، ازاي نعرف بقى ان الحاج فليتشر ده جوت وات هي ديسيرفد، يستحق ما يستحق ما فعله، او ياخذ ما استحقه. هنقول له از، طبعا هو بيقول لي يعني ليه كده، هنقول له از هي استول ذا فود، علشان هو سرق الطعام، يعني هو لف السؤال بس. على فكره الامتحان صعب بصراحه، فالله يكون في عون الطلبه يعني. طيب بعدين هنا بقى بيقول لي لماذا تعتقد ان التاكسي درايفرز، ان سواقين التاكسي يعني في لندن didn't worry about their horses، ما بيهتموش بالاحصنه، ما يقلقوش عليهم. هنقول له as they want to get money، اصل دول عايزين ياخدوا ايه، عايزين ياخدوا فلوس، تمام؟ فور زير تشيلدر لاطفالهم، وكانوا ايه، كانوا يعني حالتهم كانت صعبه شويه. طيب الاختيارات في الورك في العمل بقى، التكنيكال سكولز، المدارس التقنيه، الخريجين بتوع المدارس التقنيه دول، نقط ذا سكيلز زي ليرند، طبعا هم هنا براكتس دي يعني يمارس، بس برضو جمله صعبه شويه، بيمارسوا المهارات اللي اتعلموها. يو شود، يمكنك ان تكون حريص، يجب عليك ان تكون حريص، والا نقط اديسيز، والا طبعا كاتش اديسيز، هتصاب بمرض. طبعا امتحان صعب وواضح ان هو صعب. I asked the driver، طلبت من السواق to take me to the nearest hospital، ان هو ياخدني لاقرب مستشفى. As soon as I نقط ذا تاكسي، مجرد ما الاقي تاكسي او مجرد ما اركب تاكسي، يبقى هنا بقى جيت انتو اللي هي ادخل جوه تاكسي بقى، تمام؟ طيب كينزي بروك هير ليج سو شي ديدنت تو جو شي ديدنت تو جو شي ديدنت تو جو اني وير، ما راحتش اي مكان. جملة منفية. تشوز كله صعب بصراحة. موست بلانيتس، معظم الكواكب فيها أقمار، هم مختلفين شيبز اند سايز اند سايز، أحجام. ماي أنكل لانجس، الرئتين بتاعته ار هايلي أكيد دامجد بيكوستو سمو، يبقى دامجد اللي هي أتلفت علشان السموكينج بسبب التدخين. طيب هنا عاوز اف، بيكوز اي ام كليفر ات سكول، علشان انا كويس في المدرسه، ماي تيتشر لاف مي، الاستاذ حبني. فهو هيقول لو ما كنتش كويس في المدرسة ما كانش الأستاذ حبني. الجملة مضارع، يبقى هنستخدم حالة تانية، يبقى هيبدأ بإف عادي، إف، ويبدأ بأي عشان بيتكلم عن نفسه. إف أي
weren't clever، انا لو ما كنتش شاطر. هنقول بقى ايه، ناخد الكومة ونقول مثلا المستر اللي هي بدل ماي تيتشر، يعني احنا لخصنا شوية، بدل ماي تيتشر لا ده كاتب تيتشرز جامع، خلاص يبقى خلينا في تيتشرز، تيتشرز زي ما هي عشان ما تلخبطش. ونجيب وود بقى، ونجيب وود ونم فيها، وبعدين لاف مي. فبيقول انا لو ما كنتش شاطر ما كانوش الاساتذة حبوني. تمام. التانية بيقول لي عايز بيفور سمول، طبعا دي الى حد ما شبه سهلة شوية، سنوضح دي شوية كده علشان تظهر. تمام. هنا بقى هنلغي اولا كلمة فيرست دي، وكمان هنلغي زن ونحط بيفور مكان زن، ونضيف هاد قبل هاد دي. طب هتبقى الاجابة ايه بشكل كامل علشان كله يتأكد من إجابته؟ هيقول مثلا we had lunch، ياخد الكومة بتاعته، بعدين ينزل يقول لي إيه، يكتب الجملة التانية زي ما هي من أول we went بقى دي، بس before هتبقى فين؟ هتبقى في النص يعني قبل الكومة كده، أروح قايل إيه before، بعد كده وي وينت، وكمل جملتي عادي. احنا اخدنا اتغدينا قبل ما نروح للسينما. طيب نقول جت ازاي، هو بيقول اولا اتغدينا، ثانيا رحنا السينما، فبيقول استخدم قبل، فانا هقول له احنا اتغدينا قبل ما نروح السينما. طيب what have they given the winner، هما اعطوا الفائز ايه؟ طبعا هنا بقى عاوز يبنيها للمجهول، عاوز يقول للوينر اعطي ايه، ابدأ بأداة الاستفهام وط كالعادة، وبعدين اجيب بعدها هاز، بعدين اجيب المفعول اللي هو الوينر اللي بيتكلم عليه الشخص الفائز، يعني الوينر what has the winner been او been، بعدين given اللي هي التصريف التالت. خلاص. طيب life would be impossible without technical jobs، البراجراف عن ان الحياه هتكون مستحيله من غير الوظائف العامه، الامتحان صعب الله يكون في عونكم، بالتوفيق، لايك وشير، السلام عليكم.